السلام عليكم، اهلا بكم معايا النهارده في فيديو جديد من وصفات ريفيوهات. النهارده ان شاء الله اعمل لكم فيديو عن التنظيف، لان انا كنت عامل كده سلسله كده عن التنظيف. نظفنا مع بعض المقلايه ونظفنا الشفاط ونظفنا مع بعض حاجات كتير جدا. فالنهارده هننضف مع بعض التكييف الصحراوي. فيها تحب تنضفه اول الصيف؟ انا هنضف. احنا النهارده هنضفه في اخر الشتاء، سوري، في اول الشتاء، ان احنا كنا طبعا بنستخدمه، فطبعا فاضل فيه طبعا بواقي ميه، فبالتالي طبعا ان احنا نركنه كده، طبعا ان احنا الاول ننضفه. فده ان شاء الله هننضفه بطريقه سهله قوي. اول حاجه نشوف كده هنكون محتاجين ايه. هكون محتاج شويه خل في ازازه بس كده، او في اي حاجه شويه خل بس كده، ومعلقه صغيره كربونات. بقول لكم الخل مع الكربونات والفاتح لكم فيديو بيبقوا تحفه مع بعض. سكينه وهقول لكم ليه دلوقتي. وهكون محتاج طبعا فوطه عشان امسح بيها، وسفنجة عشان اعمل بيها الخل والكربون، وسفنجة هي عشان اشيل بيها لو في اي باقي ميه، وطبعا طبق علشان لو في توتيات ميه كتير احطها فيه. السكينة هقول لكم ليه دلوقتي مع بعض. بصوا كده، اول حاجة خالص اللي انتوا شايفين هنا كده، ده طبعا شكله كده من ورا زي ما انتوا شايفين كده اهو. عايز اقول لكم بس، وطبعا كله طبعا من ورا تراب من هنا، عشان المكان ده اللي بيسحب الهواء اللي بره. طبعا الهواء طبعا كله طبعا متوسخ. تمام، اول حاجه السكينه، عشان السكينه اول ما فك اللي موجود هفك بيه الحته دي، علشان اقدر ان انا افكه واطلع الجزء اللي جوه ده وانضفه كويس. تمام، هنفكه بالطريقه العاديه خالص بتاعتنا. معلش اسف بس التصوير محدود شويه، لان انا زي ما قلت لكم بصور بايد واحده. نشيل كده مسمار، ودي سهله قوي بتتشال، شايفين هي على طول كده بتتشال. هي طبعا ثابته طبعا من الجنبين، اشيلها كده على طول اهي. دي هعمل فيها ايه؟ دي عشان فاضل المكنسه اللي بالكهرباء. مش مستني طبعا ريحه دي، هجيب المكنسه اللي بالكهرباء هخلع منها الايد واصفط منها كل الحتت دي كده، عشان لو في اي تراب يطلع. هنعمل العمليه دي في اخر الصيف، بحيث ان هو يتشال نضيف، فلما يجي نطلعه برده باذن الله نضيف، يعني مش هنشغله تاني. زي ما انتم شايفين كده اهو، دي هشفطها وبعد كده همسحها بقطن عادي فيها شويه خل بس كده. دي كده اول حاجه. بصوا كده بقى، عايز خلي بالكم عشان ده لازم ما يتقطعش، لان ده ضعيف قوي، ولو باظ التكييف لو اتقطع التكييف بيفوز. بصوا بقى كده، بصوا كده، عايز اوريكم كمان هنعمل ايه بقى. بصوا دي كده طبعا طويله خالص اهي، دي اللي بينزل عليها من فوق التلج من الحته دي اللي زودتكم عليها، علشان دي لازم تبقى ساقعه قوي، عشان دي بتسقع. بص واشيلها كده بالراحه، ان هي كرتون، ولو الكرتون بتاعها باظ كرتونها غالي مش رخيص، فهاخدها كده على جنب، مش هعمل فيها اي حاجه، دي زي ما هي كده. هخلق بس الجزء اللي فوق ده اللي فيها اهو، اول ما لازم اخلقه كمان. هي كده، هي كده بتبقى فيها طبعا من فوق بلاستيك كده، هخليها زي ما هي كده، وهحطها جنب الجزء الخارجي. هلاقي عندي طبعا التروما طبعا بتاعته والحاجات بتاعته. بصوا بقى هنا كده، عايز ايه اوريكم كده كويس. بصوا كده، هبتدي اشيل كده البلاستيك ده، هيتغسل طبعا زي ما شايفين، طبعا مش نظيف اهو، هيتغسل. ودي جزء كده فيه خرطوم برضو هيتغسل، ان برضو مش نظيف. بصوا بقى هنا، طبعا في تحت طبعا ميه كتير جدا، عايز اوريها لكم. بصوا، وطبعا مش نظيفه طبعا، لان الميه طبعا بتقعد فيه كتير، فطبعا لونها بيتغير اهي. هنعمل ايه بقى؟ كل اللي هنعمله ان المايه تحت دي طبعا مش نظيفه خالص زي ما شايفين، طبعا مصفره وفاضل فيها طبعا حاجات، ويعني ميه فظيعه. هاخدها او يعني طبعا تبقى طبعا بقى طبعا شويه ميه كده. هبتدي بقى ان انا اخد السفنجه اللي قلت لكم عليها، واخد الطبق اللي قلت لكم عليه، وابتدي ان انا اخد السفنجه كده ابلها من تحت. طبعا الميه دي طبعا مش بتخلص، يعني الميه دي لازم يتبقى فيه شويه ميه. ممكن افتحه لو لقيت فيه ميه كتير اشغله شويه كمان، يعني افضل اشغله مثلا كمان مثلا يومين من غير ما احط ميه بقى، عشان ابقى ايه فضيته خالص. هكمل كده نشوف الميه دي وارجع لكم تاني. بصوا كده بقى من تحت شلت كل الميه اللي كانت باقيه فيها. عايز اوريكم على فكره يا جماعه، هو سعره ايه؟ وزنه وهو من غير ميه بيبقى خفيف قوي. بصوا من تحت جيت كده شلت كل الميه اللي كانت فيه، مبقاش فيه. بصوا بقى خفيف خالص ازاي؟ الميه بيبقى خفيف جدا اكنه مروحه. بعد ما خلاص شلت كل الميه اللي كانت جواها، اعمل ايه بقى؟ هاخد بقى السفنجه التانيه او الفوطه اي حاجه، واجفف
كويس، لازم يبقى جاف، عشان لو مش جاف نخلي بالك لما احنا بنشيل الميه ان في تحت خراطيم، يعني ما يعني حته زي دي كده ما اقعدش العب فيها واحركها، خرطوم كده ما شدوش. احاول بس ان انا اشيل ميه بس من غير ما اذيه ومن غير ما احرك فيه حاجه. بصوا كده ابتدي كده امسحه. تمام، السفنجه دي كنت حاطط عليها شويه خل من اللي هو في الازازه، اللي هو الخل اللي قلت لكم ان احنا شويه زيت من غساله الاطباق، اللي هو الخل العادي يعني، كنت ضيف لها شويه، وهي هتمسح بيها كده عشان يبقى بس ايه متعقم ويبقى نظيف خالص، ما يبقاش فيه اي بواقي حاجه. بصوا كده خلاص شفطتها كويس قوي، اللي هو الجزء اللي هو اللي بره ده، ودي فوطه فيها شويه خل برده، هبتدي كده ايه امسح زياده عشان لو في اي تراب ما طلعش يطلع معايا ويبقى ايه تبقى كلها نظيفه. عايزين بقى دلوقتي نكمل بعد كده خلاص تحت جففته جدا، مبقاش فيه نقطة مية زي ما انتم شايفين كده. هنركب بقى دلوقتي حاجات بقى، خلاص جففت الجزء تحت ده كويس قوي بنفس الطريقة اللي انا خلعتهم بيها. أول حاجة خالص الجزء اللي كان فيه الخرطوم أهو، بس مش بس إن أنا أركبه كويس، إن زي ما قلت لكم بصور بإيد واحدة كده بالمنظر ده، وبعدين الجزء التاني اللي هو ده كده أهو، وما كانش داعي حتى ان هو داون ان اللي فوق شبهه بالظبط. وبعدين تمام، وبعدين هبتدي انا اركب الجزء التاني عليه من فوق كده اهو. ده الجزء اللي قلت لكم ان انا شفطته كويس قوي، وبعدين مسحته كويس قوي. دلوقتي بقى هبتدي انا اركبه زي كده نفس الطريقه اللي خلعته بيها من فوق اهو، عشان ما خدش باله، بس بصور بايد واحده فصعب قوي يا جماعه تصور بايد واحده. كده هو بيتثبت فوق، بعدين نروح دايسين بس وخلاص. المسمار طبعا كان معانا في الاول، بنركبه بنفس الطريقه برضو بالمفك او بالسكينه، لازم بس يبقى مقفول كويس. وكده احنا نضفنا خلاص التكييف من تحت، نخش بقى الجزء اللي فوق. بصوا بقى كده الجزء ده كنت بحط له تلج ساعات من الفريزر، زي ما انتم شايفين كده خليته بقى اسبوع بتلج الفريزر عشان انضفه لكم. هنا عندنا حاجتين، يا اما بالسفنجه يا اما بالفرشه الاسنان القديمه. هستعمل السفنجه، السفنجه عليها بدون اي اضافات اهي، همسح كده بيها شايفين. شايفين الميه بتاعتها طبعا من تكييف السحاب طبعا كتير جدا اهي، شطفتها. دلوقتي هرجع بقى ان انا اكمل بيها تاني اهو كده. تمام، وبعدين هشطفها تاني، وبعدين هبتدي انا اضيف عليها بقى ايه شويه خل من اللي هو الخل اللي قلت لكم عليه، الخل ده مهم جدا مع الكربوناتو، وهكمل بقى كده مسح بيها. حطيت على الكربونات ومع الخل، على فكره ممكن تعملوا كده قبل ما ترجعوا الكرتون مكانه، بس انا نسيت فعادي يعني، لكن ممكن نعمل كده قبل ما نرجع الكرتون مكانه تاني. بس كده دلوقتي بقى هبتدي ان انا اجيب الفوطه اللي قلت لكم عليها في الاول، اللي هي الفوطه اللي هي الصفراء قلت لكم عليها ان احنا هنمسح بيها، هجيبها كده عادي خالص، وهبتدي ان انا امسح بيها بقى كده كويس. لو في اي حاجه زي كده عم بتتشال طبعا بوز السكينه او بالفرشه الاسنان القديمه عشان يبقى نظيف. اهم حاجه ننضف ونجفف في نفس الوقت. نضفتها كده كويس قوي، ده كان مكان قرص معطر سيبناه كتير فعمل عليه ومش بترضى تطلع. تمام، نضفناه كده كويس قوي، وطبعا الغطا بتاعه احنا كده تكييف الصحراء طبعا من جوه. من بره بقى معايا سفنجة فاضل فيها بقية الكربوناتو، هبتدي أنا أمسك كده الريش دي كده ريشة بس أنا خلاص بقيت سفنجة نضيفة وأشطفها تاني. خلاص هبتدي كده أنا إيه أنضف فيها كده ريشة كده، اللي جوه لأ اللي بره بس. وبعدين اي حاجه هعملها لازم اعيد عليها بالحاجه اللي بجفف بيها.
تمام كده، احنا نضفنا مكان الريش. عايزين بقى كده نكمل من فوق، نضيف طبعا خالص اهو في حاجات كده عليه، خل بيكربونات وبالسفنجة. انا بس مش عايز ادخل سلك وهليفة علشان ما نجرحش الحاجة اللي معانا، يعني عشان تفضل مش متجرحة، تفضل جديدة كده اهو. بينضف خالص ازاي؟ والجناب برضه ناخدها معانا كده، والايد كما كنا بنشيل، مكان المية طبعا، مكان المية طبعا جوه وبره، من الجنبين طبعا. هكملها بقى الجنب التاني طبعا، الحتة اللي قدام. بصوا بقى المية مش نضيفة خالص ازاي، زي المية طلعت منه، ودي اللي انا شطفت فيها السفنجة بعد ما كنت بمسحها. بقى نضيف خالص ما شاء الله، زي ما شايفين كده اللي جوه دول مش بيتنضفوا، لان الفوطه مش بتوصل لهم، مش بيتنضفوا. شايفين اهو من فوق كمان، وحاجات طبيعيه او يعني حاجات ما ضرتهوش، فيهاش باور، ما فيهاش حاجات ممكن تخليه يبقى بيتاكل او تخليه يبوظ اهو. شايفين كده طبعا كله الحمد لله دلوقتي بقى نظيف، ومن جوه طبعا نظيف كده، نقدر ان احنا نشيله لحد الصيف الجاي ان شاء الله، واحنا مطمنين ان هو باذن الله طلع الصيف الجاي نظيف. هيديه بس كده مسحه خفيفه قوي بالفوطه بس، وخلاص هيكون كده معانا بقى نظيف. الفوطه بس كده الصيف الجاي ان شاء الله، وخلاص كده هيبقى معانا نظيف. بتمنى الفيديو بتاع النهارده عجبكم، لو عجبكم من فضلكم اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. ولو عايزين اي وصفة او ريفيو او حاجة عن التنظيف مثلا اكتبوا في الكومنتات، وان شاء الله ننفذها.